وزميلي عصام العبري ينضم إلينا من مدينة الدار البيضاء للحديث عن فئة مجتمعية نحتك بها بشكل دائم. يتعلق الأمر بعمال الموقف أو العمال الذين يعملون باليومية ويختاروا لأنفسهم ساحة معينة بحثا عن الزبائن. عصام مرحبا بك ولك الكلمة، تفضل. مرحبا بك نوفل، مرحبا بالمشاهدين الكرام والضيوف الافاضل. اليوم غنسلطوا الضوء على واحد الرجال اللي كنشوفوهم في الشارع العام واقفين، هما اللي كيسميوهم الناس مالين الموقف. غنحاولوا على ان نتعرفوا على هاد الناس هادو، نتعرفوا على قصتهم وعلى حكايتهم، على التعب ديالهم في سبيل لقمه العيش. غنعطيهم اليوم الكلمه، وحنا اليوم متشرفين على اننا غنكونوا معاهم. بقوا معنا في جولة اليوم. شنو كيسميوكم اسيدي نتوميا؟ اصحاب الموقف، حنا مريحين في الموقف على رزق اللي جاب الله. شنو كدير نتايا؟ شنو كدير بالضبط كحفه؟ كندير الصباغه، كندير طواليت، كندير اي حاجه كنديروها في الموقف، صافي طواليت ولا الصباغه. ولا سولتك شحال من عام تقريبا وانتيا كتخدم هذه الخدمه؟ من السبعينات، من 71، من السبعينات وحنا كنعيشوا هنا في هذا الموقف. وكيدير الدعوه؟ والله يجعل البركه، كنعيشوا بداك الشيء اللي جاب الله. سيدي شحال من عام وانتيا هنا في هذا الموقف؟ من 82 وحنا كنترزق والله، هنا مره كاين مره ما كاين، وغادي مع الوقت وصافي على قد الحال. شنو كدير نتايا؟ كدير صباغه، تبنيت، قوادس، مره كاين مره ما كاين وصافي، ما عندنا لا تقاعد لا والو، يلاه على قد الحال وصافي. سولتك كاين شي وليدات؟ كاين الوليدات، عندي 4 وليدات كاع كبرناهم من الصغر، غادي معاهم على قد الحال، مره كاين مره ما كاين، وغادي مع الوقت وصافي، ولي عطى الله هو هذا وصافي. سيدي احنا في دب ميلا، وهذا الموقف هذا معروف، شحال التاريخ ديال هذا الموقف هذا؟ التاريخ ديال هذا الموقف من السبعينات وليه؟ من السبعينات. شحال انت ليك هنايا؟ انا هنا من 85. شنو كدير بالضبط ومن هذه الخدمه اللي كدير انت تقريبا شحال كدير فيها البريكول؟ والبريكول تبنيت، لكن شي واحد يصوم معاك بديك 30 فرانك تخدم فيه نهار ولا يومين. هادشي ديال القوادس 50 درهم 60 درهم، قليل اللي كيعطيك 100 درهم. سي ابراهيم تمن الحريفيه اللي معروفين هنايا في هذا الموقف هذا، تبارك الله. الى سولتك شنو كدير بالضبط؟ انا كندير صباغ بانتور وكندير تبلومبي. شحال كتطلع البريكول ديال الصباغه باش كتمشي فيه؟ شحال تقريبا؟ تقريبا كاين مولا على حساب الخدمه، على حساب البرطمات، على حساب البيوت، على حساب كاين اللي عنده بيت كتمشي تضربوا ليه 150 درهم 200 درهم وكتجي بحال هكا. واش يوميا هنايا الحريفيه كيلقاو البريكولات على انهم يمشيو ليهم؟ قليل، هادشي ولاد ايامات قليل قليل، ما خدمنا يومين في السيمانه ولا نهار في السيمانه ما يقولوا لتا واحد. شحال تقريبا بكل صراحه شحال تقريبا يقدر يدي معاه واحد الحريفي هنايا في الشهر؟ والشهر يقدر يدي معاه 700 و800 درهم، هذا هو جهد وكاع يجري تاعي في الشهر يدي معاه 700 و800 درهم. نوفل، هاد الناس كيفتخروا بالعمل ديالهم، كيفتخروا على انك يقول لك اننا في اخر اليوم كنديو لولادنا فلوس حلال كنعبقوا عليهم، لكن اللي كيضربهم بشكل كبير هو على ان البعض كيقدر يضيعهم في رزقهم، على ان الحاله ديال هذا الموقف على ان الناس ما كتقبلش عليهم بشكل كبير، اللي كيخليهم احيانا كيقدر يدوز نهار يومين 3 ايام على انهم ما كيلقى ما يدي لوليداتو. كانت هذه قصه اصحاب الموقف اللي تشرفنا وكنا معهم اليوم. كان معكم عصام العباري من مدينه الدار البيضاء.